بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والاكرام، والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الانام. اللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في شهر فضيل مبارك نحن في شهر شعبان الذي سمي بهذا الاسم لكونه تشعب الخير فيه وشع الخير فيه وظهر وبان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما سئل يا رسول الله لم ارك تصوم من الشهور كما تصوم من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الاعمال الى رب العباد وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم الله اكبر سيدنا اسامه بن زيد يسال النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتعلم يريد ان يتربى يا رسول الله لماذا تصوم في هذا الشهر فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام انه شهر بين شهر رجب وهو شهر من الاشهر الحرم وبين شهر رمضان الذي له مزيته وافضليته فربما يغفل الناس عنه ربما لا ينتبه الناس لفضله لكنه شهر له مكانته وله منزلته ولذلك قالت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله استكمل صيام شهر كما استكمل صيام شهر رمضان ولا اكثر من صيام شهر كما اكثر من صيام شهر شعبان هذا الشهر الذي نحن فيه ولذلك قالت ايضا رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان الا قليلا فمن هنا صام النبي اكثر ايام هذا الشهر وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذا دخل شهر شعبان اكبوا كما في الروايه على المصاحف فقرؤوها واخرجوا زكاه اموالهم حتى يستعد الفقير والمسكين لصيام شهر رمضان ولا ينشغل بشيء الا بالعباده والصيام وقراءه القران وغير ذلك استعداد نعم استعداد لشهر رمضان كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يستعدون لشهر رمضان قبله بسته اشهر وينعكس اثره عليهم سته اشهر فيعيشون كانهم في رمضان على الدوام كان عامهم كله رمضان هكذا شهر شعبان الذي تشعب الخير فيه بين صيام النبي عليه الصلاه والسلام اكثره بين استعداد الصحابه لشهر رمضان واخبر نبينا عليه الصلاه والسلام انه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان والعباده في زمان الغفله لها مزيتها ولها افضليتها حين ينام الناس وانت تقوم بين يدي ربك تتهجد تقيم الليل تدعو مولاك في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي غفل الناس عنه وربنا ينادي الا من داع فاستجيب له؟ الا من مستغفر فاغفر له؟ الا من مسترحم فارحمه؟ الا من مبتلى فاعافيه، الا من مسترزق فارزقه، الا من كذا الا من كذا حتى يطلع الفجر ثم شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العباد وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم ترفع الاعمال يوميا كما في حديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار وترفع الاعمال اسبوعيا يومي الاثنين والخميس كما تحدث النبي عليه الصلاه والسلام وترفع الاعمال سنويا كما في شهر شعبان فشهر شعبان استعداد وتمرين لصيام شهر رمضان وكما قال الائمه كانه سنه قبليه لشهر رمضان فلنستعد فلنجتهد فلنستحضر الهمه العاليه طاعه وصياما وصلاه وقراءه قران اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ايمانا وان يزيدنا همه. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الكفر والفقر. يا ربنا زدنا ايمانا، حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من عبادك الراشدين بفضلك يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله